خطير جدا، يعني هذا ما تلعبش معاه. واش ندير في الحاله هذه؟ الحاله هذه نشوف دائما اسكو كاين منفذ للهروب، حاجه في الدفاع عن النفس، اني كي نهرب نسلك نفسي، مانيش مشروط اني نشتبك معاه في القتال ويكون هو حامل موس. ديجا هنا راهو فايتني قوه، علاه عنده موس؟ حاجه لو يشوف فكر، حاجه لو لا اني فكر نهرب. اوكي، حاجه ثانيه، اذا كنت في الزاويه هذه ما عنديش منفذ، ما عنديش منفذ باش نهرب، هو هددني بسكين في هذه اللحظه. هنا واش ندعي لنفسي؟ انني خايف، ندير روحي خايف، حبس ونخلي مسافه الامان بيني وبينه، هاي مسافه الامان، يعني ما نسقش وندير هكذا نسلم نفسي الامر كاع. في اللحظه اللي كيف ندافع خلي مسافه الامان، على مسافه الامان حق ذراع نقولوا، هذا كي حاب يدخل موس ما ينجمش، بصح خلي مسافه الامان، ندير روحي تمويه باللي هذه حنعطيله، علاه هو اصلا واش راهو مشوش او حاب يهرب، يعني يدي الحاجه تاع المسروقه هاتف ولا ويهرب. في اللحظه هذه انا كي يكون مشوش نقول له بالداعي مزيف روحي باللي راني خايف، لو طون اللي نعطيله وقت. هنا واش ندير؟ عقله لي زيو تاعو العينين تاعو مين يكونوا في الحاجه هذه، لو طون اللي يكونوا عينيه هنا واش بوم، حاجه واش الحاجه اللي نخلص منها سي الموس هنا طم. النقطه هذه واعره بزاف، تشلل الحركه لمده 5 ثواني هنا طم. واش ندير هنا؟ طم 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 هنا ونروح، روح ما نكملش معاه، ما بقاش في جدال معاه، انا سلك نفسي، الهدف تاعي اني سلك نفسي ونقص الحاجه المسروقه. حاجه ثانيه، يعني التقنيه الثانيه اللي درناها، نخرج الهاتف اللي نحوس عليه، لو طون الوقت اللي يمسك، شوف دائما نضرب مباشره على النقطه الحيويه هي الراس، مدي ورا. اوكي اليوم هذا واش عندنا في قناه فايتين كلوب؟ واش درنا مع الشيخ سفيان؟ حالة الاعتداء اليوم تعرضوا المجتمع كثر في حالة الاعتداء، طلبونا ناس باش نديروا التقنيات ضد السكين، ان شاء الله تكون هذه التقنيات بسيطة وفعالة، احنا نأكدوا على البساطة، يعني في التقنيتين نأكدوا على البساطة وفعالة، وهذه التقنيات يتعلموها كاع الناس، سواء ذكور سواء إناث سواء كبير سواء صغير، يعني تقنية سهلة جدا. ونطلب منكم ديرونا جيم على لاباج وديروا ابوني على الصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله.